الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات، هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به بالمعجزات، أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات، علام الخفيات قاضي الحاجات، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات، مجيب الدعوات، فالق الإصباح ومبدد الظلمات، والنظر إلى وجهه الكريم نهاية الغايات، يسمع دبيب النمل وخافي الهمسات، لا تختلط عليه اللغات، يسمع ضجيج الأصوات على اختلاف اللهجات وتعدد العبارات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين ولا بدعاء الداعين ولا باستغفار المستغفرين ولا توبة التائبين. أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى ونبي الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى. عباد الله، يقيني أن القرآن الكريم كتاب معجز ورسالة خالدة حوت الأخبار الصادقة والقصص المفيد والأحكام الراسخة، لو أخذ به المسلمين عزوا، ولو حكموا به عدلوا، ولو قالوا به صدقوا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مهيمنا مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. وإن هذا القرآن فيه من القصص المفيد وفيه من الدروس والعبر ما ينبغي أن تستلهمه الأمة وأن تستفيده، وإن القصص والنفوس تميل إلى القصة وتستهويها الروايات، حكى القرآن جملة من القصص ولكنها كأنها تشخص واقعنا وتحكي مشاكلنا وتحل معضلاتنا، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. واليوم أريد أن أسلط الأضواء على قصة من أعظم قصص القرآن وأجلها وأكثرها ذكرى، إنها قصة موسى عليه السلام مع فرعون، وإن هذه القصة ترددت في القرآن كثيرا، حتى قال أهل التفسير كاد القرآن أن يكون موسى، إنك لن تفتح سورة من السور إلا وتجد في ثنايا وحنايا القرآن قصة موسى مع فرعون ومع بني إسرائيل. وإن القرآن يقال أنه كتاب آخر الزمان، فكيف يستغرقنا بالقصص؟ ومن هنا يكون الإعجاز أن القرآن حكى عن بني إسرائيل في فترة لم تكن لبني إسرائيل مكانة، ولكن الآن العالم كله يتحكم فيه اليهود من خلال ما يملكون من وسائل إعلام وأموال، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. من هو موسى عليه السلام؟ هو موسى بن عمران ابن قاهث ابن عازر ابن لاوى ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم على رسول الله ورسولنا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولد موسى عليه السلام في ظل أجواء من الطغيان وأجواء من الفساد، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، أي قسم الناس
من أجل أن يسهل عليه حكمه. وبالتالي كثير من ممن ينتهج الفرعونية. والمهم في قصص القرآن أن نعلم أن الفرعونية نهج ومسلك وخلق. وكثير من الناس يتشبث ويتصف بأخلاق فرعون في عصرنا. ولو أني ذكرت لك الألفاظ وعبارات فرعون تتأكد أن هنالك من يتمثل بفرعون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، قسمهم ليستغرقهم الجهل، ومن أجل أن يستمر طغيانه علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. وفرعون علم أن فتى من بني إسرائيل سيقضى ملكه على يده، فجعل يقتل الأبناء من الذكور ويستحيي النساء، أن يترك النساء بلا قتل. وكان بنو إسرائيل هم الخدام في بيوت الأقباط المصريين في مصر آنذاك. وبالتالي لما عدم الرجال وقل الخدام والعمال رجع الملأ إلى فرعون، فحدثوه بأن يقتل طفل، أن يقتل في عام الذكور وأن يتركهم في عام، لعل الذين يتركوا يكونوا خداما عند الفراعنة. وولد هارون عليه السلام وهو يكبر موسى في العام الذي فيه العفو، وفي العام الذي يقتل فيه الأطفال من الذكور ولد موسى عليه السلام، وهنا التحدي. وبالتالي يقول الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض فنجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الأمر الذي حذروه وخافوه أن يخرج فتى من بني إسرائيل يقضى ملك فرعون على يده، أراد الله أن يري فرعون هذا عيانا. ترك موسى وقتل فرعون الناس، وأم موسى كانت تخاف على ولدها، وأوحينا إلى أم موسى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التاب أن اقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. ثم بعد ذلك قال: ألقي موسى عليه السلام في التابوت، وقع التابوت في يد فرعون. هذا تحدي عجيب، وهذا يري الأمة. وأهم درس ينبغي أن يستفاد أن العناية الإلهية غالبة، وأن القدر الرباني مسلط ونافذ، وأن الله عز وجل سلطانه كبير، وأنه على كل شيء قدير. يتربى فرعون يقتل الأبناء، وبالتالي لما ذهب موسى مع الموج فأصبح فؤاد أم موسى فارغا من كل شيء من الدنيا إلا من هم موسى. وإن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. التحدي الأول أن موسى ولد في العام الذي يقتل فيه الذكور، وولد هارون في العام الذي يترك فيه الذكور، وأراد الله أن يكون موسى نبيا، وبالتالي حفظه وكلأه ورعاه ونصره وصانه ورفعه وأعلاه واصطنعه. ولما وصل التابوت إلى آسيا، وهي آسيا بنت مزاحم ابن عبيد ابن الريان ابن الوليد، والريان ابن الوليد هو ملك مصر الذي رأى الرؤية وفسرها له يوسف عليه السلام، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. آسيا من سلالته
ولذلك كانت زوجة لفرعون مصر آنذاك، وبالتالي جيء بها وألقيت عليك محبة مني ما رآه أحد إلا أحبه. قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وفرعون لأنه متكبر قال لها قرة عين لك لك، أما أنا فلا حاجة لي به، يعني ما ممكن أحتاج لطفل، هو ملك وعنده ما عنده من الجنود. أنت إذا رأيت الحديث عن الجنود إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، لفرعون جنود، وكثير من الناس يغره عسكره وأجهزته وجنوده ولا يدري أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. موسى عليه السلام لما قال فرعون هذا البلاء موكل بالمنطق فعلا، قال لها أما أنت فنعم، أما أنا فلا حاجة لي به. وقد نفعها في الدنيا بالهداية وفي الآخرة بأن دخلت الجنة بسبب اتباع موسى عليه السلام. وتأتي العناية الرابعة وحرمنا عليه المراضع من قبل. سبحان الله يخي لك يخذ عناية وحفظ إلهي بعد أن ألقته في اليم تتقاذفه الأمواج إذا به يصل إلى بيت عدوه الذي يقتل الأبناء ويستحيي النساء، إنه كان من المفسدين وإنه كان من العالين وإنه كان من المسرفين. كل هذا في فرعون. يبقى موسى في بيت فرعون حرمت عليه المراضع. قال تعالى وإذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. ورددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وحرمنا عليه المراضع من قبل إذ تمشي أختك. وفي القصص إذ قالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب أي عن بعد، الأجنبي البعيد من بعيد لبعيد، فبصرت به عن جنب. وفي طه ورجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وإذ قتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا ثم جئت على قدر يا موسى. أوليست هذه عناية الله؟ وحرمنا عليه المراضع من قبل. وبعد هذا نشأ موسى عليه السلام واشتد عوده وقوي في بيت فرعون، وقد رجع إلى أمه ترضعه وتأخذ عليه الهبات والجوائز والأموال والهدايا لأنها ترضع من تربى في بلاط فرعون وهم لا يعرفونه، إلى أن خرج موسى عليه السلام من مصر لأنه قتل قبطيا. لما دخل السوق وجد فيه رجلان يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، رجل إسرائيلي ورجل قبطي، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. ولم يكن هذا جرما لأن القبطي كان كافرا، ولكن موسى قتله بغير إذن من ربه فقط، وبالتالي يعلم أن ليس كل كافر يقتل، كما هذا فهم كثير من الناس أن أي كافر يقتل مباشرة، ليس كل كافر يقتل. وخرج موسى عليه السلام خائفا يترقب، فلما ورد ماء مدين وحصلت قصته مع العبد الصالح، وبعد أن أتم 10 سنين ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل، وخرج موسى من مدين على قدر في الصحراء.
وإذ قال موسى لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. يوجد وادي في صحراء سيناء يسمى بوادي طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. لما رأى موسى عليه السلام النار هيئته كان جائعا، وكان الظلام دامسا، وكان البرد قارسا، وكان موسى عليه السلام يلبس نعل من جلد، وكانت ثيابه بالية. لكن الله إذا أراد أن يختار رسالة، والله أعلم حيث يجعل رسالته، وبالتالي أعداء الأنبياء على مر الدهور والأزمان جهلة، لأنهم يظنون أن الحياة مظاهر وماديات. وبالتالي الصحفي الدنماركي لما سئل عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا لا أعرف شيء عن محمد. أم لم يعرفوا رسولهم؟ أم هم له منكرون؟ حق لهم ألا يعرفوه، لأنهم في مدنية غارقة ومادية زائفة وحياة تتقلب مظاهرها سوءا وإلحادا وانحلالا، وبالتالي أم لم يعرفوا رسولهم، وبالتالي فهم له منكرون. إن الذي لا يعرفك ينكرك، والإنسان عدو ما يجهل. وقد اعترف هذا الصحفي أنه لا يعرف عن حياة محمد شيئا، وبالتالي موسى عليه السلام كان بسيط في مظهره، ولكن الله كلمه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وإن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى. لما اختار الله موسى كان بسيط في هيئته، كان بسيط في شكله، ولكن الله يختص برحمته من يشاء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وخوطب موسى وألقى عصاه، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى إنه لا يخاف لدي المرسلون. يا موسى أقبل ولا تخف. والعصا استحالت إلى ثعبان عظيم مع عظمه يهتز بسرعة كأنها جان، والجان يضرب به المثل في السرعة، يقول لك لقيتم شغالين شغل الجن، يعني بنوا البيت بسرعة، يقول لك شغالين شغل الجن. الجن يضرب به المثل في السرعة. فلما رآها تهتز كأنها جان، كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. وأراه الله الآيات وأمره أن يذهب إلى فرعون. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري. وموسى تكلم مع الله مباشرة، وكلم الله موسى تكليما، وهذه رفعة ما بعدها رفعة. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي واشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. اذهبا إلى فرعون إنه طغى وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال كلا إنني معكما أسمع وأرى. شيء عجيب والله. قصة موسى تعيد الثقة
للنفوس بأن لهذا الكون رب يحكمه، لأن كثير من الناس اهتزت ثقتهم فظنوا أن الأمر بيد أمريكا والكفار يفعلون ما يريدون، وربك فعال لما يريد. سبحانك ربي، موسى عليه السلام سوف ذهب إلى فرعون، والغريبة أن موسى ذهب لوحده، قومه مستضعفون، وما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه، يعني حتى بني إسرائيل لم يتعاطفوا مع موسى. وقف موسى أمام فرعون في بلاطه، وفرعون يمتلك من الحكم والملك ما يمتلك، ولم يستطيع فرعون أن يمس موسى بشعره. لقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، كان معه من الله سلطان. كان فرعون يقول ذروني أقتل موسى ومن معه، ده ما تقتله، يقول لك ذروني أقتل موسى ومن معه، الله الحامك منه ما تقتله. فرعون بيقول لهم كده فكوني، ده زي زول البشاكر في شكله وجبان والناس ماسكينه، هو ماسك في الناس يقول لهم فكوني عليه، يعني كفكوه ده تسوي شنو؟ فرعون قال فكوني، المسك منه، وانت فرعون المسك منه يا اخي، انت قلت انا ربكم الاعلى بيغلبك تقتل موسى ما تقوم عليه؟ وسبحان الله موسى اعزل. لكن ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، عنده سلطان من ربنا، لن يصلوا إليه، وبالتالي إنني معكما أسمع وأرى. المتعة في الحوار الذي دار بين موسى وبين فرعون، متعة عجيبة. لما ذهب موسى إلى فرعون، هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل له هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. قال فرعون أوليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. وإن فرعون رد بعبارة موجودة في مجتمعات الناس، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أنا أحسن منه. وبالتالي الفرعونية مذهب، فكثير من الناس عندهم تعالي وتكبر في غير محله، وبالتالي اقتبسوا من فرعون، يقول لك أنا أفضل منه، ده إن هؤلاء لشرذمة قليلون، ده كلام فرعون، شوف عبارة فرعون، وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون. فرعون قال دي القلة، قال قلة ما 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 يلتفت إليهم، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون. نفس العبارات صداها يتردد في مجتمعات المسلمين. فرعون يقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يضحك ويسخر من موسى. وبالتالي إذا سخر ساخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله له لقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. موسى عليه السلام ضحكوا منه، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. وأحيانا قال له ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. الآن لو في شخص الناس كان عارفين ماضيه، لو ذلك بداعية لا يتركه الناس، يقول له انت نسيت الزمان ذاك ولا شنو؟ نسيت القعدات معانا ده تعملنا فيها خلاص مولانا بعد ما كملت كله ده تطلع لنا فيها كمان عملنا فيها الله قال والرسول قال، توبة ما في ولا شنو؟ قال فعلتها إذن وأنا من الظالمين.
وفررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما. إذن قال لي ألم نربك فينا وليدا. يا أخي في ناس من التكبر كان قلت الله قال رسول قال يقول لك أنا شلتك يا أخي على خط الله قال والرسول قال بشلتك شنو شلتني أي رأيك في كلام الله والرسول شنو شيلك دخل له أنت كلام الله والرسول رأيك في شنو يقول لك لأن شلناك كنت بتلعب في الشارع لما يقول لك كبار أنت كنت بتلعب في الشارع قال لي أي كان بلعب في الشارع وبيقى عالي أنت ضده ولا رأيك شنو يعني لا تقبل زي فرعون ولا شنو أنت فرعون أكلنا نقول إلا فرعون لكن في ناس بيشبهوا فرعون بيشبهوا فرعون في حاجات ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت. يخدم نفس الكلام نفس أنا أقول لك نسيت أيام زمان لما نسيته قل لهم ما نسيته أها في شنو كنت مجرم كبير والله تاب علي أنت ضد الموضوع ده ولا شنو يعني عشان أنا كنت مجرم وبجيز زول كويس كلامي بقول ما تأخذ ده يعني يا أخي قلت لك الفرعوني يا أخي القرآن ده عجيب خلاص. وقال موسى قال من ربكما يا موسى شوف الإجابة قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. نقاش عجيب لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر للناس وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. النقاش مستمر. فرعون لجأ إلى تزيين باطله وده برضو أم موضوع والحديث عن الوطن دائما أهل الطغاة والظلمة لما يحاصروا يتكلموا عن الأرض والتراب والوحدة الوطنية والكلام الفارغ ده. فرعون قال نفس الكلام إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم. الأرض وتر حساس بيضربوا عليها الناس دين من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. والله أنا استغربت طريقتكم المثلى. الآن الناس ممكن يخضوا على خصومهم ويشنقون يقول لك ضد الثورة. يا أخي الثورة دي منزلة يعني شلو بقى ضد الثورة. يقول لك ضد الثورة وأعداء الثورة ومعارف الثورة. يا أخي الثورة شنو يقول لك الثورة. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى. ده ناس كتار قالوا الكلام ده ناس كتار. سنوريك إنه القرآن لما يتكلم عن فرعون لم يتكلم عن حقبة زمنية إنما كان يتكلم عن نفس بشرية إنسانية تختلج فيها المشاعر المختلفة من الكبر والتواضع. ما أريكم إلا ما أرى أولم يقل حكام المسلمين هذا لشعوبهم. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فرعون عنده سبيل الرشاد. فرعون قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يا سلام والله حاجة غريبة. فرعون يتكلم عن الفساد يقول لك الفساد والمفسدين. والله تقرأ كلام فرعون تقول القرآن ده حق يعني ذاته كأنه مشاكل البشرية تتكرر. فرعون يقول إني أخاف أن يذروني أقتل موسى ومن معه إني أخاف أن يبدل دينكم. هو في دين هو أين الدين اللي يبدله ده قال دينكم وإنت عندك دين. ما علمت لكم من إله غيري أوليس لي ملك مصر أنا ربكم الأعلى. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. والله يا إخوانا شيء غريب. قال أنا بس مستغرب. قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وبالتالي يرون
أن الصلاح فساد، وأن الخير شر، وأن الحق باطل، على حسب رؤيتهم هم. هل يمكن أن يظهر موسى الفساد؟ فرعون يقول لقومه: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. قال أهل التفسير متهكمين: صار فرعون واعظا. فرعون بقى شيخ الفساد والمفسدين، ونحن ضد المفسدين والمفسد الذين يريدون أن يفعلوا معارف. الأوتار التي ضرب على فرعون الأرض: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. والفساد أن يظهر في الأرض الفساد، والدين القديم والتمسك به: إني أخاف أن يبدل دينكم. إن هذه المحاور لا زالت موجودة. واستمر الحوار، وقال فرعون للملأ الكبراء الذين حوله: ألا تستمعون؟ فأشاروا إليه، قالوا: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. من جميع المدائن جاءوا بالسحرة، فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقال له فرعون لموسى، أخبره أن بينه وبينه موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. والله لكن ياخذ موقف. طبعا قالوا بعض الناس، قالوا في المدائن حاشرين من مصر، جابوا السحرة من دنقلة. طبعا في ناس قالوا موسى دنقلاوي. يا أخي موسى ابن عمران ابن قاهر ابن عازر ابن لاوى ابن يعقوب دنقلاوي كيف ورين؟ أمكن تكون أم دنقلاوية؟ قالوا أم ذات اسمها إيا ذخت ما عنده علاقة بالدناقلة ولا دنقلاوية. قال لك أمكن موسى لأنه كان قاعد في مصر، أمكن كان دنقلاوي. وإن كان في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وصف موسى: رأيت موسى رجلا طوالا جعدا كأنه من رجال شنوءة. جعدا معناها جسمه مكرمش، جعدا معناه مكرمش جسمه وفيه طول. عليه السلام موسى عليه السلام جمع له السحرة. السحرة قالوا لفرعون: أإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. قالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال: ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. طبعا المتوقع أن يلقي موسى عصاه تتحول إلى ثعبان مثل ثعابينهم، لكن الغريب فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. عصا موسى لقفت جميع العصي والحبال وعادت عصا كما كانت. السحرة أصحاب صنعة بيعرفوا السحر، علموا أن الأمر ليس سحرا. وهذا من المواقف الإيمانية القوية في قصة موسى عليه السلام. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب موسى وهارون. هذا في الأعراف. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. والله فرعون مجرم إجرام. قال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. بيضرب على الشعوب على أوتار حساسة. كان قال لهم الناس دي بيجي يطلعوكم وبيجوا الناس بيجيفوا معه.
يا أخي فرعون ده خطر خطر وكافر كفر عشان كده بيقدروا بيه المثل. لكن تقول لك قال الفريق المصري قالوا على أبناء الفراعنة قال وانتصر أبناء الفراعنة على الكاميرون ولا شنو كده ما أعرف كان. يا أخي ليه أبناء الفراعنة يعني ذاته يقول لك أبناء يا أخي ده ما كعب شنو ما كعب يا أخي يا أخي فرعون ده من السوق بمكان يا أخي أبو جهل الرسول قال عليه فرعون هذه الأمة يعني نحن ذاتنا فينا فرعون له أبو جهل من السوء والعناد يا أخي فرعون ده مجرم مجرم. بعدين عشان أوريك سلطان ربنا السحرة فلو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف موسى واقف أنا مستغرب ما قدر يهبش موسى ده نهائي يا أخي والله والله بأيد ربنا ده يا أخي قال له كلا إنني معكما أسمع وأرى ما بيقدر. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه بسلطان والله سلطان ربنا ده بالله كتل السحرة وزاتك السحرة هو موسى قال لك انت لم تساوي حاجة خلي السحرة المساكين دين كتل السحرة وخلي موسى ما بيقدر. موسى ده مرسل ربنا ما بيقدر يهبش نهائي شفت ايده بيقدر يخط فيها يخط فيه في موسى عليه السلام عشان كده وموسى ما شال اي حاجه غير عصايته دي. لكن فرعون في قراره نفسه جحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا عارف انه موسى ده خطر يقول حسنا كان جيت عليه يفك فيني العصايه دي تقوم تبلعني ذاته مو فرعون مش فرعون خايف ما قادر يمشي على موسى ده نهائي. لو قطعنا أيدي أرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. أنا والله استغربت استغربت جدا لإيمان السحرة إيمان دقائق دقائق ما في صار إيمانا راسخا شامخا كالجبال. بعض المفسرين قال بدأ الخوف والإيمان يدب في نفوس السحرة لما قالوا إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. ده ذاته كلام زول خايف هتأرمي طوالي ما لك شنو تقول له نرمي ولا ترمي انت ما ترمي انت كواسر من نفسك ما ترمي طوالي. لكن إيمان عجيب قالوا والذي فطرنا لا إله إلا الله محمد رسول الله يا أخي ده إيمان دمتين ده ذاته يا أخي نحن مما الله خلقنا مؤمنين حاسة زول كانت دو صوتين قال له غير رأي بغير رأي صوتين بس صوتين بس كانت دو صوتين بغير رأي خلي دو كهرباء كما كانت دو كهرباء ولا قلعوا له أظافرينه زي ما بيعمل أجهزة الأمن في الدول الإسلامية قلعوا على الناس أظافرينه قال يعلقوا في المروحة اسمها طيارة قامت يعني ذاته بيخوف الناس ويرهبون الناس. قالوا والذي فطرنا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. ووعظ فرعون إنه من يأتي ربه مجرما فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. صمدوا على إيمانه. قصة موسى شيقة وسبب أنها شيقة أن الذي حكاها رب العالمين في أجل كتاب وفي أفضل رسالة وهذا يدل على أن القرآن وأن الدين الإسلامي يحترم الأنبياء كافة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. نحن نحترم أنبياء الله ولكن السفلة من الخلق يعتدون على أنبياء الله وعلى حرمات الله. وبالتالي قصة موسى ممتعة وشيقة. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يذكرنا ما أنسينا
إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بدأت القصة تسير نحو نهاياتها بعد أن آمن السحرة وقتلوا. مكث موسى عليه السلام عند بعض المفسرين 40 سنة، فيها أخذ الله فرعون بالسنين ونقص من الأموال والثمرات والضفادع والقمل والجراد والدم والطوفان، آيات مفصلات. وموسى مكث مع بني إسرائيل ولم يغير شيء، وقال آنذاك لبني إسرائيل اجعلوا بيوتكم قبلة، وقالوا قد أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم فينظر كيف تعملون. وكان موسى ينتظر الإذن من الله بالخروج من مصر إلى بيت المقدس، فأذن الله عز وجل وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. خرج موسى ببني إسرائيل من مصر فأتبعوهم مشرقين، ونادى فرعون في المدائن حاشرين ثانية: ما من فارس إلا وجاء، حتى قيل أنهم ربما كانوا 1000 1000، معهم 100 ألف خيل بهم كلها سوداء لون واحد، وده فيه رهبة. حتى لو جابوا لك أولاد مدرسة كلهم لابسين لبس واحد أنت بترى المنظر ده عند وقعي في النفس، لكن لو جابوا لك أي زول لابس حاجة برا ما بتقع في نفسك، كلهم راكبين خيل لون واحدة. فأتبعوهم مشرقين، ربنا قال: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين، يعني خرجوا من مصر شرقا إلى الصحراء، إلى صحراء سيناء، واعترضهم بحر. اختلف أهل التفسير في البحر، هل هو النيل؟ ليس هو النيل. هل هو البحر الأحمر؟ الراجح أنه البحر الأحمر، لكنه لسان من البحر الأحمر. ليتجاوز هذا اللسان يمشي على حسب ما أمره الله عز وجل. واصطدم موسى بالبحر وفرعون من ورائه. القرآن يصور هذا المشهد في عبارات بليغة: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. يا سلام، يوم أن يستشعر الداعية حفظ الله ومعيته له قال: كلا إن معي ربي سيهدين. اصطدموا بالماء، بحر، وفرعون خلفه قال: كلا إن معي. اللطيفة لم يقل معنا، لأن الله على الحقيقة معه هو، أما البقية عبارتهم إنا لمدركون تدل على ضعف الإيمان واليقين. لذلك قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وضرب الله لهم في البحر 12 طريقا في البحر يبسا لا يخاف موسى دركا ولا يخشى. ودخل موسى. المفترض فرعون يجي كده يقول: والله يا أخي موسى ده على حق، العصاية والثعبان وتربى وربيته أنا، والنسوة كلهم ما قدروا يرضعوه، رضعته أمه الحقيقية وجتاني وما قدرت أسوي له حاجة، والبحر قدامه.
المفسرين استغربوا جدا أدخل فرعون البحر ده شنو؟ يعني كان مفروض يقتنع، أقل شيء كان ساحر، يقول ده ساحر، أزود ده بغتس حجرنا، أزود ده بودينا في 60 دخيل، ده لو عاقل يعني بعد شافه ده كله مفروض فرعون ما يخش. والله فعلا حاجة محيرة. ما موسى خش، موسى خش لأنه ضرب البحر بعصايته، أنت اللي بدخله شنو؟ كان ما غبيان ومطرطش يا أخي، بدخله شنو؟ حقه تقف كده تتأمل، ولو شايل الموبايل تأخذ لك صورة بالموبايل وترجع، ما في حاجة بتخليه تخش أصلا. لكن في شيء خذلان الله له، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال ابن عباس أدخل فرعون اليم مع ما رأى من آية ومعجزة باهرة نفسه الكافرة وسجيته الفاجرة. أدخل نفسه الكافرة وسجيته الفاجرة. ولما خرج موسى وقبل أن يدخل فرعون أراد موسى أن يضرب بعصاه البحر ثانية، قال له ربه اترك البحر رهوا إنهم جلد مغرقون. دار يضرب البحر يرجع ثاني، ربنا قال دي ما شغلتك، أمشي انت، الباقي ده خليه علينا. ودخل فرعون، ولما دخل جنود فرعون جميعا أطبق الله عليهم اليم. يخدر حسنك حكيت لي خواجات بيصدقوا، ما ناس ما بيعرفوا ذات القرآن ولا بيعرفوا حاجة. بالله في يوم من الأيام ربنا فتح البحر ده، فتحوا هاي وممكن يفتحوا تاني، تصنعوا ده ما أغنعتكم يعني. البحر يجري بسرعة 720 كيلو متر في ساعة، يحدى بحر شرد. البحر في تسونامي جرى سرعته كانت بسرعة 720 كيلو متر في الساعة، موية بس دمرت على الشاطئ 1029 كيلو متر، يعني من هنا لحد بور السودان ده كله انتهى في لمح البصر. ربنا يفتح البحر كيف؟ ما بيفتحه لموسى كيف؟ وأنا أصريت أقص قصة موسى لأن الناس صاروا ماديين شديد، فبالتالي لابد أن تحدث، أن نحدث لأنفسنا هزة في عقولنا وتصوراتنا أن هنالك أمور جرت في هذا الكون عجيبة. بالله فأتبعوهم مشرقين لهلاكهم، فأغرقناه وجنوده في اليم، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم، وفي آية فأخذناه نكال فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. والله شيء عجيب. أغرق فرعون، وفرعون في الغرق. الحديث في صحيح الجامع الصغير، قال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وأنا أخوض بجناحي في البحر أخرج الطين أدسه في فم فرعون حتى لا ينطق الشهادة فتدركه رحمة الله. لأن جبريل كان غضبان من فرعون ده غضب، يا أخي فرعون ده يغضب الناس دي كلها. قال لما دار يموت فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك ولتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. والله شيء عجيب. طلع فرعون بجسده عشان ما يقولوا البقية الفضلوا، يقولوا فرعون مشى وبيجي راجع كما يقول الرافضة. وأهلك فرعون
في يوم عاشوراء، وكان ذلك في يوم العاشر من محرم قبل سنين طويلة لا يعلم مداها ولا يعلم عددها إلا الله جل جلاله، ونحن أولى بموسى منهم، ولذلك نصوم عاشوراء. البارحة في مثل هذا اليوم أهلك الله فيه أعظم طاغية، والدروس المستفادة أن عواقب الطاغين وأن نهايات المفسدين واضحة، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، سلفا للآخرين، تركه الله علامة للناس. ثانيا جلد والصبر وقوة الأنبياء في الحق. أخي موسى ده والله قوي قوي، قوة شديدة، جلد وقوة الأنبياء في الحق. ثالثا أن النجاح وأن أن آخر الأمر يفرح فيه أهل الإيمان والتقوى، أن أهل الإيمان والتقوى هم الذين يفرحون في الآخر، وأن العاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى، وهذا يحتاج إلى يقين وإلى صبر وإلى جلد. والفائدة الرابعة أن الفرعونية مذهب ومسلك وخلق يتردد عشرات المرات ومئات المرات على ألسنة الناس، وموجود في مجتمعاتنا كنهج وسلوك تعاليا وتكبرا وإفسادا وظلما وبطشا. وإن فراعنة عصرنا شارون، والله شارون ده والله آية، بلا شارون ده بيسمه وبيع أسلحته النووية، والدنيا دي كلها يخوف حتى أمريكا. أمريكا عبيد الصهيونية، دي قاعدة لازم تاخدوها، أمريكا عبيد للصهيونية. ده كله 20 عملية، افتح راسه وقف الدم، بتوقفه انت دم الله ده ينتقم منه. شارون ده كان فجره، كان بيبقى رمز زي فرعون. فاليوم ننجيك ببدنك، بس راقد كده قال لك، اي خليك راقد كويس، وما يقدر يعمل اي حاجه. يجيبوا خبر، قال حرك صباعه، قال بس لما نحرك صباعه يجيبوا خبر. فاليوم ننجيك ببدنك يا فرعون عصرنا، يا مجرم، يا سفاك، يا سفاح، أتظن أن الكون خلي من إله يحكمه ورب يدبر أمره قاهر فوق عباده؟ فاليوم ننجيك ببدنك ولتكون لمن خلفك آية. خلي وسائل الإعلام كلها صور ويجيبوك راجل مغمد عينك يا مجرم، ولتكون لمن خلفك آية، ولكن ما في زل حيؤمن، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وبش فرعون صغير، شارون فرعون كبير، وده فرعون أصغر منه شوية، سفاحين وسفاكين يحتلوا ديار المسلمين وينتهكوا أراضيها. يا أخي الفرعونية موجودة، عشان ما تقول دي قصة قديمة والقصة انتهت ونحن ما لنا مال القصص. القصة أقسم بالله مش دي قصة فرعون مع موسى، تقريبا يكون عندها 3000 سنة، أقسم بالله كأنها حاضرة اليوم. وده إعجاز القرآن، تقرأ قصة موسى مع فرعون 20 مرة كأنك لأول مرة تسمع بها، وكأنك ما سمعت بها من ذي قبل، وكل يوم تتفجر فيها معاني وفوائد وعبر ودروس يمكن أن تستفيد منها الأمة. أسأل الله تعالى أن يرد الجميع إليه ردا جميلا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت أهلكت فرعون وأنجيت موسى، اللهم أهلك كل من طغى وتجبر من الكفرة والمجرمين والسفاكين ومصاص الدماء. اللهم من أراد إسلامنا ومسلمينا ونبيك بسوء وكتابنا بسوء، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. يا من أنجيت موسى وأهلكت فرعون، أهلك
فراعنة عصرنا كما أهلكت فرعون موسى يا رب العالمين. اللهم يا مولانا ويا إلهنا ويا سيدنا ويا خالقنا ويا رازقنا، من أراد الإسلام والمسلمين بسوء اللهم فاجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم إن اليهود طغوا وتجبروا، اللهم فأرنا فيهم يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وأبي بن خلف، يا من لا يعجزك شيء. اللهم ارحمنا، إنا إلى رحمتك فقراء، واغننا بها عن رحمة من سواك. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.